صحة وسعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير على أحلى وأغلى وأعز مستمعين، معاكم دكتورة سارة الدلال وبرنامجكم الإذاعي وبرنامجكم الصحي صحة وسعادة اللي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي وبالتعاون مع إذاعتكم المفضلة إذاعة نور دبي. إن شاء الله اليوم صباحكم يكون حافل مثل ما صباحنا اليوم حافل، وطبعا شوي الجو كان خلنا نقول فرش وحلو اليوم الصبح، فأتمنى الجميع اللي يستمعون لنا اليوم أن يكونون كانت بداية يومهم بداية موفقة وتكمل على هذا المنوال. اليوم حاب أول شيء أشكر كل الموجودين معانا، أول شيء من الإعداد والتنفيذ فريق هيئة الصحة في دبي، ومن الإخراج معانا اليوم المذيع أو المخرج المتميز والقواسمة، ومعانا من التنسيق أختنا ميرا الغفلي. حابين أيضا نذكركم بأرقام التواصل على 600551414، وعلى أيضا الرسائل النصية الرقم يكون 4006. اليوم حلقتكم بتكون مميزة، بتكون فيها كذا خبر بنغطيهم إن شاء الله، وأيضا في عنا الفقرة اللي بتتليها الأخبار العالمية هي فقرة التواصل الاجتماعي. بس خلنا ناخذ أول خبر لليوم، وهذا الخبر إن شاء الله يحفز الجميع على أنه يطلع ويشوف الدنيا ويتواصل مع كل من يحبه. العلماء يربطون بين المكوث في المنزل والاكتئاب، والله يبعد عنا وعن الجميع أعراض الاكتئاب وهذا المرض الخطير. أثبتت علماء في بريطانيا من وجود علاقة بين المكوث في المنزل فترة طويلة والاكتئاب الشديد، وتشير مجلة JMIR أو مجلة Journal of Medical Interest Internet Research M Health and U Health إلى أن علماء معهد الطب النفسي وعلم النفس وعلم الأعصاب اكتشفوا علاقة بين المكوث في البيت فترة طويلة والاكتئاب الشديد. خلنا نشوف تفاصيل هذا البحث واللي توصل الباحثون إلى هذا الاستنتاج من خلال متابعتهم إلى 164 شخصاً ومتابعة حالتهم الصحية يعانون من الاكتئاب الشديد، حيث أن البيانات تحديد الموقع الجغرافي التي حصلوا عليها من هواتفهم الذكية للمتطوعين اتضح لهم كم من الوقت قضوا هذه المرضى في بيوتهم. ووفقا للباحثين كان كبار السن الذين يعانون من أعراض أكثر حدة أقل ميلا للمغادرة لمنازلهم، ولاحظوا أن العلاقة بين الأمراض في أيام الأسبوع كانت أقوى منها في عطلة نهاية الأسبوع. وفي وقت سابق كشفت الطبيبة النفسية الأمريكية أوما نايدو أسماء الأطعمة التي يجب تناولها للتحسين من المزاج والتحسين من المود اللي يكون الواحد يكون فيه فرح، أو أيضا لتحسين الذاكرة واللي لها تأثير إيجابي طبعا على الدماغ، ونصحت بضرورة الاهتمام بالتوابل التي تعمل كمضادات للأكسدة وبعضها لها خصائص مفيدة أخرى، فمثلا يقلل الكركم من القلق ويساعد الزعفران على محاربة الاكتئاب، وحبيب الكل أتوقع الشوكولاتة أو الشوكولاتة الداكنة تأثير مماثل من خلال أن يكون لنا تحفيز إيجابي على الدماغ وتحسين الذاكرة. بعد خبرنا اليوم بعد ما نحن شفنا هذه الأخبار أن
مهم جدا ان نطلع نشوف الدنيا، نستكشف اللي حوالينا، وايضا ندعم هذا بتناول غذاء صحي. ونحن هاي بتكون عندنا فقرة تغذوية بعد الفاصل، بس قبل الفاصل بناخذ الأستاذة أسماء الجناحي رئيس قسم الإعلام الصحي في هيئة الصحة في دبي عشان تحدثنا بآخر ما موجود أو توصلت له وسائل التواصل الاجتماعي وأهمها. صباح الخير الأستاذة أسماء. الأستاذة أسماء معانا على الخط، بس حابين نذكركم بأرقام التواصل على 6005514414، وأيضا على رقم الـSMS 4006. فمن ناحية السوشيال ميديا ومن ناحية الأخبار اللي نغطيها في السوشيال ميديا، هيئة الصحة أو نزلت بوست قريب أو كان الأمس عن أهمية زراعة الكلى، وكيف هذا بيساهم في إسعاد وإسعاد المتضررين أو اللي عندهم مشاكل في الكلى. معانا الأستاذة أسماء، وممكن تكلمنا أكثر عن البوست اللي كان موجود على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي في هيئة الصحة في دبي. صباح الخير الأستاذة أسماء. صبحكم الله بالنور والسرور بتاعك وعلى كل المستمعين إذاعة نور دبي. صبحك الله بالخير أستاذة أسماء. وإذا ما تسمعون الحين، نحن بس نحب نأكد للجميع أن نحن باقينا عد تنازلي للانتهاء من اكسبو او للحفل الختامي او ختام هذا الحدث الكبير لاكسبو، ونتمنى من الجميع ان يروحون وينتهزون ويخلصون الاجنحة كلها قبل ما يفوتهم الفوز. انا بعد اقر معاك، في اجنحة ما رحت لها لين الحين الاستاذ اسماء. واللي الحين نتكلم عن قنوات التواصل الاجتماعي، من ضمن الاشياء اللي كنا حاطينها في قنوات التواصل الاجتماعي مجموعه من النشاط التوعوي، وايضا هناك اليوم في الوقت الان كنا حاطين دعوه للمتعاملين، وهي ندعوكم لحضور الندوه التوعويه التي ستنظمها صحه دبي يوم الثلاثاء الساعه 10 صباحا بمركز الامراض الجلديه للتعريف بمرض الجلديه وأهمية التغذية الصحية للمرضى. مركز دبي الأمراض الجلدية تابع هيئة الصحة بدبي في الوقت الحالي يرتب مثل ورش بكل شهرية للي عندهم صدفية، ورش خاصة لهم يعرفونهم عن الأشياء يساعدونهم على التعايش مع المرض والعلاجات وأفضل الطرق اللي ممكن هم يتبعونها لأصحاب أمراض الصدفية. أيضا من ضمن الأشياء اللي كانت موجودة في قنوات التواصل الاجتماعي هي مجموعة من النصائح الخاصة بأصحاب أمراض الكلى، وكل الأشياء ومعلومات وين تتوفر خدمة زراعة الكلى في إمارة دبي. مثل ما كان مذكور في النشرة، هي ثلاث أماكن: مستشفى دبي، مستشفى ميدي كلينك، مستشفى المدينة، ومستشفى دبي التخصصي للأطفال. بعض الأشخاص يسألون كيف ممكن تبرع، وين روم نسجل. تم وضع رابط في تغريدة هيئة الصحة يضغطون عليه ويحولهم على موقع الوزارة. كيف يقدرون يجون؟ من خلال موقع الوزارة أو تطبيق الوزارة، وزارة الصحة وأوقات المجتمع. تقريبا هاي النشرتين كانت آخر نشرتين كنا حاطين قنوات التواصل الاجتماعي، ونتمنى لكم الصحة والسعادة. نتمنى لك الأستاذة أسماء الصحة والسعادة. بس لو تذكرين تويتر هاندل للدي اتش اي كيف يكون مكتوب، لأن يأتينا هالأسئلة دائما على الاس ام اس. حساباتنا هي دي اتش اي اندرسكور دبي على تويتر وانستغرام وعلى الفيسبوك دبي هيلث اوثورتي. نشكرك جزيل الشكر الأستاذة أسماء الجناحي رئيس قسم الإعلام الصحي في هيئة الصحة في دبي. بناخذ الحين فاصل قصير وبنرجع لكم إن شاء الله. صحة وسعادة. رجع لكم برنامجكم الإذاعي، برنامج صحة وسعادة اللي تقدمه هيئة الصحة في دبي مع التعاون مع إذاعتكم المفضلة إذاعة نور دبي. ورجعنا لكم مرة ثانية، وأتمنى ويسعدنا
تواصلكم على أرقام الهاتف 600551414 وعلى الرسائل النصية 4006. قبل الفاصل خذينا فقرة تحدثت عن المكوث في المنزل والأعراض اللي ممكن تصاحبها إذا المكوث في المنزل صارت لفترة طويلة، ممكن تصاحبها أعراض اكتئاب شديدة. فالحين بننتقل إلى فقرة الجميع ينتظرها، واليوم عندنا فقرة تغذوية مميزة. فقرة دائما نحن نسمع بالمصطلح هذا اللي يقول تكامل الغذاء أو الغذاء المتكامل أو كيف الأغذية المفروض أو كيف الصحن أو الطبق يكون شكله عشان نحصل أكبر فائدة من الأطعمة اللي نحن ناخذها بشكل يومي. بشكل عام تكامل الغذاء هو ما يعطي الغذاء مفعوله وتأثيره الإيجابي المطلوب في الجسم وفي صحتنا بشكل عام. عشان نتحدث أكثر يسعدنا أن تكون معانا الأستاذة ندى سرحان، اختصاصية التغذية السريرية بهيئة الصحة بدبي اليوم الصباح. صباح الخير الأستاذة ندى. صباح النور. أستاذة ندى، شخبارك اليوم الصبح؟ الحمد لله بخير، عساكم طيبين. الحمد لله أستاذة ندى. الأستاذة ندى نفس ما نحن بدينا اليوم بتكون فقرتنا عن تكامل الغذاء، أو شو يعني تكامل الغذاء. خلينا نبتدي من مصطلح أو مفهوم تكامل الغذاء. اوكي، تكامل الغذاء نحن ننصح في كل وجبة من وجباتنا على مدار اليوم تكون متوازنة. متوازنة اقصد فيها انه يكون فيها بروتينات، يكون فيها مصدر من النشويات، يكون فيها مصدر للدهون المفيدة والخضروات، ونوازن ايضا بين الفواكه ومنتجات الالبان. بس اليوم الموضوع اللي حابة اتعمق فيه هو كيف بعض مجموعة من الأغذية إذا دمجناها معا نعزز من مفعولها. فبعض الأغذية تم تناولها سويا قد تدعم مزايا بعضها البعض وتعزز من مفعولها في الجسم. فبعطي أمثلة عليها مثل العدس بالليمون، مثل زيت الزيتون والورقيات الخضراء، مثل اللوز والروب أو اللبن، مثل البقوليات والحبوب. فكيف ممكن نعزز يعني من الفائدة؟ مثلا اذا دائما لما نشرب شوربه العدس مثلا نضيف عليها الليمون. الليمون هذا مش بس فقط لاعطاء مذاق ألذ، بل عشان نحصل فوائد غذائيه مضاعفه، لان العدس هو مصدر نباتي غني بالحديد والليمون مصدر لفيتامين سي. فلما ندمجهم مع بعض يساهم فيتامين سي اللي في الليمون تعزيز قدره الجسم على امتصاص الحديد، وبذلك ان نكون استفدنا من الحديد اللي موجود في شوربه العدس بكميه اكبر. الشيء الثاني اللي بعد مثال على كيف الأغذية تعزز بعض إذا دمجناها مع بعض وهو زيت الزيتون والورقيات الخضراء. فتناول الخضار مع مصادر دهنية صحية مفيدة مثل زيت الزيتون أو حتى مثل ممكن الأفوكادو يعزز من امتصاص مضادات الأكسدة في الورقيات الخضراء، والجسم يستفيد منها. عشان كده دائما ننصح بإضافة زيت الزيتون إلى السلطات اليومية. مثال ثالث على هاي الأكل اللي دمجها مع بعض يعزز من مفعولها أيضا إن اللوز مثلا أو المكسرات ويا اللبن أو الروب. الروب مهم لتعزيز بيئة أمعاء متوازنة وصحية، لأنه يحتوي على البروبيوتيك المفيدة، وفي تعزيز وجود البكتيريا المفيدة في الجهاز الهضمي واللي تعمل على تعزيز المناعة وتقويتها. فعشان نزيد فعالية هذه البكتيريا نضيف حفنة من اللوز إلى كوب اللبن، وبذلك تزيدنا فعالية البروبيوتيك، وأيضا نوازن بين البروتينات، نوازن بين الألياف والدهون المتبقية الدهون المفيدة. جميل جدا أستاذة ندى. يعني ففي أطعمة ممكن إذا نحن زدنا عليها عناصر أو خذينا معاها عناصر أخرى تعزز من مفعولها. فنفس ما ذكرتي في كانت ثلاث أمثلة، وهالثلاث أمثلة يعني أتوقع منو ما مثلا شرب شوربة وعصر عليها ليمون، خاصة شوربة العدس يعني ما تكمل إلا بعصرة ليمون، وخاصة السلطات دائما يكون معاها خلينا نقول درس
الدريسنج أو التتبيلات هاي، وبالغالب ما يكون معاها زيت الزيتون. كيف عن الأفوكادو أويل أو زيت الأفوكادو اللي نحن نشوفه أكثر وأكثر تناوله أو وجوده أصلا في الأرفف السوبر ماركتات؟ الأفوكادو هو أصلاً عبارة عن دهون صحية، ننصح فيها دائماً استهلاكها، وإضافتها حتى على كل يعني على السلطات نفس تعطينا نفس مسؤول، لأن في بعض الفيتامينات تذوب في الماء وفي بعضها الآخر يذوب في الدهون، فاللي تذوب في الدهون تحتاج وسط دهني عشان نمتصها الجسم. فبدايك عشان في ننصح إما زيت الزيتون أو الأفوكادو، سواء الزيت أو حبة الأفوكادو حتى مع الخضروات مع الفواكه، ممكن شرحة أفوكادو تعزز من امتصاص الفيتامينات اللي تذوب في الماء في الدهون أصلا. جميل جدا. الأستاذة ندى، الحين احنا ذكرنا كذا مثال، كيف الشخص الطبيعي خلنا نقول أو الشخص العادي ممكن يعرف أو ممكن يفهم أكثر عن عملية التكامل وشو لازم ناكل ونشرب عشان نعزز من مفعول أو من فائدة الأكل اللي ناخذه؟ عشان نبسط للأشخاص لازم نصنف الأكل ضمن مجموعات، فمثلا نصنف مجموعة البروتين شو عندي الأوبشنات اللي آكلها من البروتين، مجموعة النشويات شو هي الأوبشنات اللي آكلها من مجموعة النشويات، وكذلك في الخضروات وكذلك في الدهون المفيدة، ومن هذا التصنيف نقدر ندمج من بينهم ونشوف شو الخيارات المتناسبة. فمثلا نحن نقول مثلا الرز مثلا هو من مجموعة النشويات، واللحوم أو البروتين أو الدجاج هو من مجموعة البقوليات. بس أقول عن شيء زيادة بعد، إذا دمجناه مع بعض ممكن يطلع لنا مصدر بروتين كامل، مثلا دمج البقوليات مع الحبوب اللي هو الأرز، يعني إذا دمجنا مثلا الأرز مع العدس الأسمر مثل مثلا الكشري بيعطينا وجبة متكاملة من البروتين، فبهالاستهلاك بنكون خدنا بروتين تام كأننا أكلنا لحم، لأن بناخذ من الحبوب بعض الأمينو أسيد ومن البقوليات بناخذ الأمينو أسيد في الباقية، ومع دمجهم بيعطينا كومبليت بروتين يسمونه بروتين كامل. جميل. فدائما الدمج لازم يكون صحيح، وعشان نستفيد بعد أكثر مثل ما قلت لو دخلنا مع مثلا وجبة الكشري اللي هي بقوليات وحبوب، دخلنا معاهم صحن سلطة فيه عصرة ليمون، بعد بنعزز امتصاصنا للحديد الموجود في البقوليات. فهو التوازن في الأشكال، من الوجبة يكون فيها خضروات، يكون فيها بروتين، يكون فيها نشويات، بهاي التوازن بنعزز الامتصاص. جميل جدا أستاذة ندى. يعني بما أنك ذكرتي، هل في قوائم مثلا معتمدة أو في مراجع معينة ممكن الشخص يلجأ لها في هذه الحالة؟ كنا قبل نستخدم اللي هو الهرم الغذائي، بس الحين تغير وصار الطبق الغذائي، فهذا الطبق هو أفضل مرجع عشان نحدد منه كميات ونوعية الأكل في كل وجبة. فهو الطبق مقسم إنه نصف الطبق يكون من الخضروات، ربع يكون من البروتين، وربع الثاني بيكون من النشويات، ومع صنف من الفواكه ممكن بين الوجبات. في هالطريقة صار الطبق عشان يعني ما يكون الوجبة تكون ناقصة، فيكون في كل الوجبات فيها توازن من وجبة الفطور إلى وجبة العشاء. وهل يعني أنا أسفة على المقاطعة، بس هل وجبة الفطور بعد ينطبق عليها، هذا السؤال وصلنا، ينطبق عليها الصحن الغذائي اللي تكون اللي وصفتي لنا إياها أستاذة ندى؟ هي ينطبق عليه في كل الوجبات. كيف ينطبق عليه؟ ممكن ينطبق على الطبق الغذائي للفطور، مثلا باخذ النشويات بتكون من خبز التوست مثلا الأسمر الكامل، بناخذ البروتين بيكون مثل من البيض او الجبن او المنتجات الالبان، ممكن ناخذ الخضروات ممكن تكون شرايح من الخضروات، وبذلك انا اكلت سندويشة بس هاي السندويشة متكاملة متوازنة مثل الطبق الغذائي ما شرح لي، ونزيد ممكن نزيد كمية الخضروات عشان سواء كانت سندويشة او جانبية عشان نكون اخذنا تقريبا نصف الطبق من الخضروات. جميل جدا. أستاذة ندى سرحان، الموضوع شيق شيق بكمية يعني ما تتصورينها. هل في مثلا، احنا الحين تكلمنا عن الغذاء، هل في مشروبات معينة أيضا تدعم أو تكمل الغذاء أو المجموعات الغذائية؟
نحن دائما ننصح الحين كوبين مثلا من اللبن تكون موجودة، بس بعد بحبيت أنوه على شيء، إن اللبن فيه كالسيوم، والكالسيوم يعيق امتصاص الحديد، فدائما بعد ننصح إن ما ناخذ مثلا مع البقوليات لبن أو روب، لأنه بيعيق امتصاص الحديد اللي موجود في البقوليات. الحديد اللي موجود في البقوليات امتصاصه أصعب من الحديد الموجود في اللحوم أو الدجاج أو السمك. فمن سي نحن نروح البقوليات عشان نستفيد منها أكثر، ندمجها مع فيتامين سي بس ما نخلطها مع الكالسيوم. فكوب اللبن ممكن يكون قبل الوجبة بساعة أو بعد الوجبة بساعة أو ساعتين. وزائد العصائر احنا نفضل دائما ناخذ صنف الفواكه أفضل من العصائر بكل الحالات، سواء مريض سكر أو غيره، دائما ننصح إن العصائر نستبدلها بالفواكه. زائد شرب الماء، هاي هي السوائل المهمة، شرب الماء على الأقل 2 لـ3 لتر في اليوم. الأستاذة ندى سرحان، كل هذه النصائح اللي ياسية تقولي لنا إياها نصائح مهمة ومو بس ثمينة جدا. الأستاذة ندى، كلمة أخيرة قبل ما نختم في هذه الفقرة. كلمة أخيرة، هو أفضل شيء إنه يكون الواحد واعي شو هو بياكل، وكميات أكله تكون متوازنة، نوعيات أكله تكون من أفضل النوعيات، نركز على مثل ما قلت كيف دمج الأكل يعزز، وكيف ممكن شيء ثاني ندمجه يعيق امتصاصنا للشيء. مع المحاضرات هذه، مع ممكن البحث، ممكن نلاقي هاي الإجابات الأكثر، وإن شاء الله بنعطيه الموضوع بعد في مرات قادمة. إن شاء الله. أستاذة ندى سرحان، نشكرك جزيل الشكر على حضورك على البرنامج اليوم، عشان تحدثينا أكثر وأكثر عن التكامل الغذاء والمكملات الغذاء، كيف نحن نتكامل المجموعات الغذائية مع بعض. نشكرك جزيل الشكر أستاذة ندى سرحان، اختصاصية التغذية السريرية. الحمد ناخذ فاصل قصير أعزائنا المستمعين، ونرجع لكم إن شاء الله. صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة اللي تقدمه هيئة الصحة بدبي، مع التعاون مع إذاعتكم المفضلة، إذاعتكم المميزة، إذاعة نور دبي، رجع لكم مرة ثانية. رجعنا بآخر فقرة لليوم، بس حابين قبل ما نبتدي في فقرتنا نذكركم بأرقام التواصل على 6005514114، وعلى أرقام التواصل أو على أرقام الأس أم أس أو الرسائل النصية 4006. بدينا اليوم برنامجنا وتكلمنا عن خبر عالمي، وعن عن المكوث في المنزل، وكيف المكوث في المنزل ممكن يؤدي إلى أو المكوث في المنزل طبعا إلى فترات متطاولة أو طويلة ممكن يكون مقارن بأعراض للاكتئاب الشديد. وأيضا تحدثنا في أهمية الغذاء وأهمية تكامل الغذاء، وكيف إن ممكن في عناصر غذائية لو خذينا معاها أشياء ثانية تدعمها أو تزيد من فعاليتها. فالمهم جدا نفس ما ذكرت الاختصاصية التغذوية من هيئة الصحة في دبي الأستاذة ندى سرحان، أن الطبق يكون متكامل فيه العناصر الغذائية الكاملة. الحين فقرتنا الأخيرة بتتكلم عن شهر مارس، والشهر اللي يكون معني بتوعية بسرطان القولون. خصصنا الفقرة اليوم لمناقشة أسباب هذا المرض، وطرق الوقاية منه، والجديد في أساليب التشخيص والعلاج. عافانا الله وشفى كل مريض. شهر التوعية بسرطان القولون بتغطيه إن شاء الله الدكتورة داليا محمود، أخصائي أول قسم الأورام في هيئة الصحة في دبي. صباح الخير دكتورتنا دكتورة داليا محمود. صباح الخير، صباح الخير عليكم وعلى المستمعين جميعا.
صباح النور دكتورة داليا، أتمنى اليوم كان جميل وبدينا بداية جميلة دكتورتنا داليا. الحمد لله، جميل أكيد بسمع صوتكم. الحمد لله رب العالمين. الدكتورة داليا، يمكن طبعا الناس من يسمعون عن هذا المرض يخافون ويقلقون، فهذا الشهر أو شهر مارس عنده توعية لسرطان القولون أو في فعاليات كثيرة لها علاقة أو مرتبطة بسرطان القولون. فسرطان القولون يمكن الجميع ما يعرف، بس ممكن يكون من أحد أنواع أمراض السرطان منتشرة عالميا. دكتورة، إذا ممكن تخبرينا أكثر. شكرا في البداية على الدعوة للتحدث عن أمراض القولون أو سرطان القولون بصفة خاصة. هو أكيد طبعا شهر مارس هو شهر التوعية بأورام سرطان القولون. بداية نتكلم الأول يعني إيه سرطان أو يعني إيه ورم خبيث. هي عبارة عن خلية بتكون موجودة في جسم الإنسان في أي عضو من أعضاء الجسم، ممكن طبعا في القولون بحد ذاته. الخلية دي بتفقد السيطرة، الجسم بيفقد السيطرة عليها وبالتالي بتنمو بدون أي كنترول، بدون أي سيطرة من الجسم. ربنا خالق في جسمنا خاصية ممتازة اللي هي إن إحنا أي خلية غير نافعة للجسم إحنا ممكن جسمنا بيتخلص منها. لما بنفقد هذه السيطرة على الخلية دي بيكون بتبتدي تنمو وبتعمل الورم. القصة في أورام القولون فيها ميزة وفيها عيب. أورام القولون عيبه إن ممكن الزوائد بتحصل نتيجة زوائد بتحصل في القولون. الزوائد دي لو ما تمش الكشف عنها مبكرا ممكن بتتحول للأسف وبتبقى أورام سرطانية. وبالتالي إن أورام القولون بتعتبر من الأورام المنتشرة عالميا. بالنسبة لدولة الإمارات هي بتعتبر ثالث نوع من الأورام الخبيثة بصفة عامة في الرجال وفي النساء. تعتبر تاني سبب من المسببات الوفاة للأورام المسببة للوفاة. نسبتها مش قليلة. للأسف الشديد احنا في السنين الأخيرة، يمكن في 10 سنين أو في 15 سنة، شايفين إن نسبة سرطان القولون بتزيد للأسف في السن الصغير. ما كناش بنشوف ده قبل كده، كنا عادة بنشوفه في السن الكبير. هي فعلا مشكلة مش سهلة. ممكن نقول 1 من كل 5 مرضى في السن تحت 50 سنة بيبقى في عنده سرطان القولون. يعني كل 5 مرضى من سرطان القولون في واحد منهم بيكون سنه تحت 50 سنة. فهي فعلا مشكلة مش صغيرة. التوعية مهمة جدا جدا لسرطان القولون، والتوعية بإن احنا ازاي نكتشفه بدري دي حاجة مهمة قوي، لأن اكتشاف الورم في المراحل الأولى بتحسن نسبة الشفاء بصفة عامة. يمكن نسبة الشفاء ممكن توصل 90% لو اكتشفنا الورم في مراحل الأولانية. فدي صفة يعني صورة عامة عن المشكلة وازاي ونسبته تقريبا قد ايه. شكرا دكتورة على الشرح الوافي. بس نفس ما نحنا ما ذكرتي دكتورة، انه صار مثلا خلنا نقول ان النسب في المرضى اللي يكونون تحت سن معين او في تحت سن 50 قمتوا تشوفونها اكثر واكثر في السنين اللي فاتوا او السنين هاي من حوالي 10 ل 15 سنة. فحدثتينا دكتورة ان في طرق ممكن الواحد يكشف عنها أو أهمية الوقاية عن هالمرض، فلو تحدثينا أكثر دكتورة إذا في مثلا برنامج كشف معين أو في طرق معينة لتفادي حصول أو لتفادي هذا المرض، مرض السرطان القولون. تمام. سؤال ممتاز. بداية في بعض، يعني مش كل الناس بيكون ليهم عرضة لأن هم يحصل لهم طبعا بعد الشر عن أي حد، لكن في فئة من البشر يكون عندهم عامل الخطورة عالي، زي مثلا الناس اللي عندهم تاريخ عائلي من أورام بصفة عامة أو أورام القولون بصفة خاصة. المرضى دول بيكون مهم قوي إن هم يبتدوا يعملوا فحص مبكر
لسرطان القولون. بصفة عامة الناس الطبيعيين اللي ما عندهمش أي تاريخ عائلي أو أي حد في العيلة عنده أورام خبيثة، بيبقى مهم قوي إن احنا نبتدي الفحص المبكر عند سن 40 سنة. الفحص المبكر بيعمله إزاي أو إيه هي الطرق اللي بنعملها بيه؟ في عندنا اللي هي التنظير، تنظير القولون، ده ممكن بنعمله من 5 ل10 سنين، كل يعني عند سن 40 سنة بنكرره بعد 5 سنين أو 10 سنين على حسب على حسب الطبيب وتوجيهات الطبيب. في فحص تاني بيتعمل، ممكن يتعمل سنوي، اللي هو تحليل معين بيتعمل على البراز، فبنشوف فيه إذا كان فيه بعض أنواع الخلايا بتدل لنا إذا كان فيه محتاجين نفحص أكتر أو نعمل أشياء تانية. دي أكتر حاجات بتساعدنا إن إحنا نعمل فحص مبكر عن سرطان القولون. شكرا دكتورة. فطبعا يعني هو مهم جدا ان يكون في او زيارات دورية خاصة من بعد او خلينا نقول من بداية سن 40 وطالع، للكشف اذا ممكن الواحد يوقي عن نفسه وشو الطرق المناسبة للوقاية عن سرطان القولون. بما ان كانت الفقرة اللي قبل فقرتش دكتورتنا كانت عن الغذاء واهمية الغذاء، ودام ان احنا نتكلم عن القولون وبما الجميع او معظم الناس يعرفون ان يصير هضم الاطعمة او مسار الاطعمة تكون في القولون، فهل في ارتباط بين مثلا اكل شرب معين او نمط الحياة الصحي او الغير صحي له علاقة أو ممكن يزيد العرضة في سرطان القولون؟ ممتاز، سؤال ممتاز. هو طبعا اكيد زي ما انت قلتي بالظبط ان في علاقه بين الاكل، لان هو ده المسار الطبيعي للاكل بعد كده. ف في العلاقه بين سرطان القولون والطعام بصفه عامه حاجتين، في حاجه ان هي ممكن تبقى مسببه وان هي بتبقى زي بروتكشن او وقايه. تمام، فهنتكلم على الوقاية، وهي دي المهمة ان احنا كلنا نعرفها وكل الناس تتعامل بيها، ان احنا ازاي نعمل وقاية من حاجة زي كده. اهم حاجة طبعا الفيزيكال اكتيفيتي او النشاط البدني مهم جدا جدا بصفة عامة للأورام كلها. بالنسبة للأكل بصفة خاصة مهمة قوي ان احنا بناخد بالنا من الخضروات في الأطعمة بتاعتنا، الخضروات والفاكهة دي حاجة من الحاجات المهمة إن هي بتقلل خطورة حدوث أو تغير الخلايا لسرطان القولون. كمان الأغذية اللي فيها نسبة فايبر كتيرة دي كمان من الحاجات المهمة اللي بتقلل أو بتمنع تغير الخلايا من الحميدة للخبيثة. في بعض الأبحاث شافت إن في علاقة بين الكالسيوم في اكلنا، نسبه الكالسيوم في اكلنا سواء في بناخدها زي سبلمنت او بناخدها على شكل اغذيه، وتقليل نسبه حدوث سرطان القولون. كمان في حاجه ثانيه، الاسماك والاوميجا 3 في ارتباط بينها وبين البروتكشن او ان احنا نقلل خطوره سرطان القولون. يبقى الفايبرز، الفيتامين دي، الكالسيوم، الاوميجا 3، الحاجات دي بتقلل خطوره ان يحصل تحول الخلايا من الحميده للخلايا الخبيثه. ايه الحاجات اللي ممكن ترفع نسبه او ترفع عامل خطوره تحول الخلايا لاورام خبيثه؟ هنقول بصفة عامة البروسيسد فود أو الأغذية أو اللحوم المصنعة. في أبحاث كتير جدا اتعملت بتفحص السؤال ده، هل فعلا في علاقة بين اللحوم المصنعة أو اللحوم الحمراء وتطور الخلايا في القولون وحدوث أو سرطان القولون. في أبحاث كتيرة بوزيتيف وأبحاث كتيرة نيجاتيف، لكن النتيجة النهائية إن أيوه، إن في علاقة بين تطور سرطان القولون والأغذية المصنعة والأغذية أو اللحوم بصفة عامة، اللحوم المصنعة. اللحوم الحمراء مش أكيد إن هي بتسبب، لكن كل شيء زاد عن حده أكيد يكون له ضرر. فاستهلاك أو استخدام اللحوم الحمراء
بكمية كبيرة بتكون ضد الـ ضد الـ الصحة العامة بصفة عامة، وبترفع نسبة خطورة تطور أو سرطان القولون. هيئة الصحة العالمية بتقول إن إحنا ممكن نستخدم اللحوم الحمراء مرة في الأسبوع، ده بتكون كميتها بكمية معقولة وكمية مناسبة، دي بتكون كفاية قوي ومناسبة للجسم، لأن كمان الجسم بيحتاج نسبة معينة من البروتين. دي صفة يعني فكرة سريعة عن التغذية ودورها في الوقاية، وفي نفس الوقت كمسبب لسرطان القولون. جميل. فدكتورتنا نفس ما خلني شوي بس يعني حسب اللي فهمته ان نتجنب اكثر، نتجنب اللحوم المصنعة او الأغذية المصنعة او المعلبة خلنا نقولها او المصنعة، ونحاول ان نتبع أنظمة صحية او ممكن نزيد نسبة الكالسيوم في الأكل أو زيادة الأسماك اللي فيها نسبة الأوميجا 3 يمكن أكثر، اللي تكون نفس السلمون وإلى آخره. وأيضا إن طبعا غير الألياف أو الفايبر يكون له دور مهم. دكتورة شو عن مثلا النمط، طبعا الرياضة فأنت حدثتين عن الرياضة، شو عن مثلا التدخين أو النمط الصحي هذا اللي مش أو الاسترس مثلا خلنا نقول؟ بصي، في حاجات ليها علاقة بزيادة عوامل الخطورة في إن يحصل أورام خفيفة، ومنها أورام القولون. النشاط البدني مهم جدا، يكون في نوع من أنواع النشاط البدني اليومي اللي احنا بنعمله. البدانة بصفة عامة ليها علاقة مباشرة وغير مباشرة بتطور الأورام لأورام خبيثة. التدخين أكيد له علاقة بالأورام، بالأخص طبعا أورام الرئة، وفي علاقة غير مباشرة لأورام القولون، موجودة الأبحاث أثبتت ده. فالنمط النمط الصحي، نمط الحياة الصحي من ناحية النشاط، من ناحية التغذية، من ناحية الحاجات اللي بنستخدمها، الكحول، السيجاريت والكحول كمان من الحاجات اللي ممكن يكون ليها علاقة بأورام القولون. فدي حاجات مهمة جدا إن الناس تكون عندها وعي بيها، وتحاول على قد ما تقدر إن هي تمشي بالنمط الصحي اللي احنا بنتكلم عليه. جميل جدا دكتورة، المهم جدا ان الجميع يتبع نمط صحي ويثابر عليه. طبعا يعني نحن دائما تكون عندنا همة انه يلا اليوم بنبتدي دايت، اليوم بنبتدي هذا، بس ان يكون نوع من ان يكون هذا متأسس فينا، يعني هذا يوميا، يعني شوي نزيد الحركة، نبتعد عن الاشياء اللي ممكن تضرنا من ناحية الطعام والغداء. دكتورة في النهاية قبل ما نحن يعني نختم، مع ان الحديث معاك ممتع دكتورة، ميرسي، شكرا. شو المستوى الخدمات والرعاية الصحية او العلاجات المتطورة اللي سواء كانت في عالم سرطان القولون واللي توفرها بشكل أخص هيئة الصحة في منشآتها للمرضى أو لأي حد ممكن يستفسر أكثر عن سرطان القولون؟ تمام. بداية، هيئة الصحة في دبي هنتكلم على شقين مهمين جدا، في هنتكلم على الكشف والعلاج. الكشف، في عندنا في 2010 احنا في دولة الإمارات بدأنا برنامج للكشف المبكر عن سرطان القولون. ده برنامج قومي وله المراكز الصحية المسؤولة عنه والأخصائيين المسؤولين عن هذا الموضوع. الكشف المبكر مع احنا زي ما اتفقنا عن طريق التنظير او عن طريق التحليل. بالنسبه للعلاج، العلاج طبعا متوفر في هيئه الصحه في دبي بالنسبه للجراحه، بدايه من الكشف او التنظير. عندنا قسم كبير في مستشفى راشد ومستشفى دبي للتنظير والتشخيص، وبالإضافة للجراحة في عندنا قسم كبير في هيئة الصحة لجراحات الأورام الجهاز الهضمي والأخص القولون والمستقيم.
كمان في عندنا الحقيقة في آخر 5 سنين أو في آخر 7 سنين في عندنا اجتماع أسبوعي في هيئة الصحة في دبي لمناقشة كل حالات أورام القولون، إزاي المريض هيتعالج، هل المريض محتاج يتعالج الأول بالجراحة وبعد كده ياخد العلاج الكيماوي، أو ياخد العلاج الكيماوي في البداية أو العلاج الإشعاعي. بيتم رسم خريطة كاملة للمريض اللي هو اتشخص جديد، إزاي المريض ده هيمشي وإزاي ده هي المريض هي هيكمل علاجه. طبعا بالنسبة للأدوية في قسم الأورام في مستشفى دبي، الأدوية الكيميائية، العلاج الحقيقة لسرطان القولون بصفة عامة اتغير في آخر 10 سنين. هنتكلم على المراحل الأولانية أو اللي هي المراحل البدائية للورم، اللي هي علاجها الأساسي هو الجراحة. في بعض الحالات بتحتاج بعد كده العلاج الكيميائي، وبالنسبة للحالات الأدفانسد أو الحالات المتطورة أو المنتشر فيها المرض، حاليا الحقيقة في عندنا أدوية وطرق جديدة للعلاج، منها طبعا العلاج المناعي اللي هو بيشتغل على إن احنا بنحفز الجهاز المناعي للجسم. ده الحمد لله إن هو متوفر كمان في مستشفى دبي. كمان التشخيص والتحاليل عن طريق حاجة بنسميها molecular testing، اللي هي تحليل الجينات علشان نعرف المريض هيستفيد أكثر من أي نوع من أنواع الأدوية، متوفر حاليا الحقيقة في هيئة الصحة. ودي بصفة عامة كده حاجات عن ازاي بنعالج وازاي بنقدر نوعي المرضى كمان عن سرطان القولون. دكتورة داليا محمود، خلينا نقول الخدمات وافية وشاملة وكاملة، وطبعا نفس ما انتي قلتي رسم خطة لأي مريض بهذا المرض سرطان القولون تتم عن طريق متكامل، وعن جميع الخدمات اللي ممكن تساعد في علاج المريض متوفرة في هيئة الصحة في دبي. دكتورة داليا أسعدتينا اليوم الصباح بهذه المداخلة، ويعني طبعا شرحتي لنا شرح كافي، فإن شاء الله أي حد عنده أي استفسار نحن موجودين على أرقامنا، سواء على أرقام التواصل أو على وسائل التواصل الاجتماعي. نشكر جزيل الشكر الأستاذة دال أو الدكتورة داليا محمود، أخصائي أول قسم أمرام هيئة الصحة في دبي. شكرا جزيلا على الاستضافة، ونتمنى الصحة للجميع إن شاء الله. يوم إن سعيد. شاء الله. مع آخر فقرة حبينا نشكركم جميعا أيها الأعزاء المستمعين على استماعكم لنا وعلى تواصلكم معنا خلال الحلقة ومع جميع ضيوفنا وضيوف حلقتنا اليوم. برنامجكم الإذاعي صحة وسعادة قدمتها لكم هيئة الصحة في دبي مع التعاون مع إذاعتكم المفضلة إذاعة نور دبي. كانت معاكم دكتورة سارة الدلال، وأيضا فريق متكامل من إعداد في هيئة الصحة في دبي، ومن الإخراج وائل قواسمة، ومن الأخت ميرا الغفلي في التنسيق. نشوفكم أو اسمعونا باكر إن شاء الله في نفس الوقت مع برنامجكم صحة وسعادة. صحة وسعادة.